السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ونحن في رحلة إلى الله وقد وصلنا إلى محطة رمضان. هذه المزرعة المباركة فيها موائد الرحمن وفيها العبادة والطاعات لكي نستفيد منها علينا أن نلجها وقد أصبحت قلوبنا مليئة بالإيمان ولساننا رطب بذكر الله بعض الناس ما زال في قلبه دخن وما زال في عقله بعض المعارك ماذا علي أن أفعل علي أن أكثر من الاستغفار فدعوة لنفسي وإلى جميع الأحباب الكرام أن نكثر من الاستغفار قبل أن يلج رمضان وبعد رمضان بإذن الله تعالى الاستغفار هو أن طلب المغفرة من الله وربنا عز وجل جعل فيه أسرار عظيمة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ورب عز وجل منع العذاب لمن يستغفر كان يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مادام سيدنا محمد كان مع الصحابه ما كاينش العذاب لانه موجود ولكن بعد وفاته شكون اللي غادي يحمينا؟ الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا الاستغفار فيه اسرار عظيمه ومباركه. مرة كان الامام ابن المبارك في المسجد وكيجوا عند الناس كيحكوا لي مشاكلهم. قال لي احدهم يا سيدي قال لي انا عندي الفقر واريد المال وبغيت ربي وهل من حل؟ قال نعم عليك بالاستغفار فجلس ثم جاء ثاني قال يا سيدي تزوجت منذ زمان ولم انجب والتمست الدواء عند الاطباء ولم يتيسر لي هل من امكان الانجاب؟ قال نعم قال لي ما هو؟ قال عليك بالاستغفار ثم جلس فجاء ثالث فقال يا سيدي عندنا الجفاف والامطار قليله وهل من حل؟ قال نعم قال عليك بالاستغفار وسوف ينزل المطر فأحد الحاضرين قال يبدأ المبارك عجبا كل من يسألك عن أمر تقول له نفس الجواب الإستغفار الإستغفار قال ألم تقرأ إلى قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لكتر من الاستغفار كيعطيه الله المال والبنون والخير والصحه والعافيه والبركه فايها الاحباب الكرام ما نقوش نمشيو بعيد ونقلبوا على تحسين ظروف حياتنا باسباب ربما لها ثمن باهظ نحن عندنا اساليب بسيطه جدا اكثر من الاستغفار وسوف ترى العجب العجاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ما معنى من لازم الاستغفار من واضب عليه سيدنا محمد كان يستغفر الله في كل يوم مئة مرة قال إني لأستغفر لا الله تعالى في كل يوم مئة مرة وكان النبي الأكرم يندب الصحابة للاستغفار ما العدد العدد دير مرة أستغفر الله أستغفر الله أو قولوا بلا عدد من لازم الاستغفار يعني بلا بلا حصر جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه رزقه من حيث لا يحتسب عمرك ما تفكر في الفقر او في الحاجه لان الغنى ديال سوف يشملك امتى كيكون الاستغفار كيكون اولا قبل النوم قبل ما لا لابد ان استغفر الله تعالى لان الملك يقول اللي دار السيئات كيقول لعله يستغفر لعله يستغفر فاذا استغفرت قبل النوم غفر الله لك حصيره اليوم بكامله كذلك نستغفر عقب الصلاة ملي كنسلم الصلاة كنستغفر ثلاثة مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ما وقع لي من من سهو وعدم تركيز في الصلاة ربك كيتجاوز عني كذلك في المجالس عندنا واحد المجلس كنتناقشوا في قضايا دنيوية ملي نسالي المسجد وينفض كنستغفر الله تعالى كفرت المجلس ثم كنستغفر الله تعالى في آخر العمر لابد الإنسان يقول ربما هذا آخر عمري ويكتب الاستغفار حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مطالب بذلك اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا الايه نزلت بعد فتح مكه يعني ما سيدنا محمد سوف يغادر فامره بالاكثار من الاستغفار صيغ الاستغفار ايها الاحبه كثيرا ان نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله او نقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات من قالها غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر بل ولو كانت مثل اوراق الشجر بل ولو كانت مثل عدد رمال الصحراء بل ولو كانت مثل عدد ايام الدنيا اذا قلت ثلاث مرات استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يغفر لك الله تعالى جميع الذنوب والخطايا ولكن اعظم استغفار هو ما يسمى بسيد الاستغفار هذا يغفر فيه الله كل شيء من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فعلينا أيها الأحبة الكرام ونحن نستقبل شهر رمضان نكثر من الاستغفار الاستغفار ونبقى مل ملازمين للاستغفار الى ان نلقى الله تعالى اللهم اغفر لنا اجمعين وبدل سيئاتنا حسنات وارزقنا خيرا الدنيا وخير الاخره اللهم امين يا اكرم الاكرمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله